شنو هذه النقوش اللي موجودة على جدران الكرنك وموجودة على معظم جدران المعابد؟ شو السالفة؟ شنو تقول هذه النقوش وشنو اللي مكتوب أساساً؟ وليش كل هذا الجهد انوخذ علشان النقوش تظهر في هذه الصورة الغريبة والعجيبة والجميلة بنفس الوقت؟ هذا السؤال شغل بال آلاف البشر على مر الأزمان، من ضمنهم إمبراطور روما جيرمانيكوس اللي كان حاكم سنة 15 قبل الميلاد، جاء هذا المكان وسأل ما وراء كل هذا وماذا تحوي هذه النقوش الغريبة على الجدران. هذه النقوش هي اللغة الهيلوغريفية، وهي اللغة اللي كانت مستخدمة للطقوس المقدسة في مصر القديمة. اسم كلمة هيلوغريفية جاي من اللفظ اليوناني واللي معناتها Holy Graphics. كانت اللغة هذه مستخدمة قبل 5343 سنة، وبعدين انهجرت سنة 500 ميلادية مع دخول الدين المسيحي. سنة 1822 قدر العالم الفرنسي شامبليون أنه يفك رموز هذه اللغة الجميلة، أخذ منه الموضوع 11 سنة. اللغة الهيلوغريفية تحوي رموز وحروف، فيها 24 حرف و800 رمز، والتشكيل بين الرموز والحروف يعطي المعاني. لكن أصعب مهمة كانت قدام العلماء أن من وين نبتدي، من فوق لتحت، من اليمين لليسار. تبتدي اللغة بالاتجاه اللي وجوه الرموز تنظر فيه. العلماء سألوا شامبليون عقب ما فك اللغة، ها شلون شفت هذه الحضارة، ايش رايك فيها؟ رد عليهم وقال حضارة فوق مستوى البشر، واسمها الحقيقي ميدو نيترو، نقش الآلهة.